السلام عليكم مشتركاتي الغاليات، جمعة مباركة للجميع، جمعة معطلة بذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس وتكونوا مهنيين ومرتاحين والمورال تاعكم مليح ووليداتكم والعائلة كامل بخير. هنا البنات غالي انتقلت في الكوزينة تاعي اللي كنت نخدم على البوتاجي، راني وليت نخدم على الطابلة باسكو مازال ما شحليش لا دوزيام كوش تاع الفيرني اللي درتها على الورق اللاصق، مازال شوية البنات كي نقيسها بيدي هكا مازال لقيتها شوية هكا يتلاصق، الو ما حبيتش نخدم عليه، حبيت يعني حتى يشيح لي مليح مليح باه ما يزد لي ما يروح ما يجي يعني يقعد كيما راه. الو البنات هنا راح ندير ان شاء الله تختوخه، وجيت نسيي معاكم هاد الاشواغ يعني تاع لو برا لي موتور تاعو تاع البرا ميكسر، راح نرحي فيه البصله ان شاء الله. حبيت نشارككم وتشوفوا معايا كيفاش يرحي. بون البنات جبت الحبه تاعي تاع البصل وحبه طماطم، جبت حبه كبيره حنقطعها في الاشواق، قطعها قطع هكا صغيره. بون نعدلو النص تاعو، هذا لازم يكون محطوط قد قد. هكا البنات ونقطع فيه البصله تاعي قطع هكا، يعني ما نديرهاش خشينه بزاف باش ما نتعبوش كي يعود يرحي. كي تعود مقطعه البنات شغل تكون سهله تترحى فيه هكا، شغل نعاونو يعني نقطع حالو هكا صغيره. كيما قلت لكم قطعوه صغير صغير البصل تاعكم، ونزيد نحط معاه ثاني الحبه تاع الطماطم. قبل البنات لقيت تختوخة، حندي تختوخة لقيتها بعد ما سومتها يعني وخليتها تشيح لقيتها شاحة، درت لها شوية تاع الزيت وحنحطها تفور. نفورها المرة الأولى البنات على الماء كيما قلت لكم باسكو المرقة حنقفل عليها ساعة في الكوكوت، والتفويرة الثانية نفورها على المرقة يعني كي نحل على الكوكوت نلقى الدجاج طايب كامل. نفور تختوخة تاعي يعني المرة الثانية على المرقة. هنا شوفوا كملت قطعت البصلة وزدت معاها حبه تاع الطماطم فوالا. وهنا البنات شوفوا تموتوا بالضحك، كيما قلت لكم بوطاجي راهو يعني ما نقدرش نخدم عليه، لهنا راني نخدم في الارض حطيت في البريز ويعني ونخدم في الارض باسكو البريز ما يوصليش للطابله على بها نخدم في الارض. المهم حبيت نشارككم لاشوار كيفاش يرحي. عجبتني فيه واحد لوبسيون البنات، شوفوا فيه دو كادنا يعني كي تقفلوه في الكادنا الاولى تخدموا بالفيتاس الاول، وكي تقفلوا في الكادنة الثانية تخدموا بالفيتاس الثاني. فوالا دوك تشوفوا شتو هاد الكادنة الاولى البنات كي نقفلوا لهنا يمشي غير الفيتاس الاول والثاني ما يمشيش، وكي ندوروا نحطوا في الكادنة الثانية يمشي الفيتاس الثاني والفيتاس الاول ما يمشيش. فوالا عجبتني لوبسيون هذه مليحه. فوالا شوفوا كيفاش رحالي البصله والطماطم، فوالا رحاهم يعني خلاص شوفوا كيفاش القوام نتاعها. فوالا داويت البرمه تاعي، حطيت الطماطم تاني تاع البايط وحطيت كل شيء توابل الزيت ونقفل على مره كل شيء مع بعضه يطيب لي. وتختوخه حطيتها تفور التفيره نتاعها الاولى. هنا البنات تختوخه كنت درتها معكم يعني شحال من مره في القناه، يعني ما حبيتش يعني ندير كل شيء بلي زيتاب باش ما تجيش لا فيديو طويله. هنا بعد ما فورتها التفويره الثانيه على المرقه وعاودتها بشويه تاع المرقه والزبده بقالي غير نجمرها. هذاك المقله حطيت فيها شويه زيت باش نحمر الدجاج، قليت الفلفل الحار كما راكم شايفين، وجدت سلطه صحن تاع سلطه كما راكم شايفين. وهنا سخنت المرقه تاعي البنات، الدجاج اللي هنا حمرته وحطيت تختوخة تاعي تجمر، والحمد لله على النعمه ربي يدومها علينا وعليكم ان شاء الله امين يا رب العالمين. وهنايا كنت ديت لهم للبيت، ما حبيتش ناكل في الكوزينه ما عمليش عليها شغل ريحه البرني هذيك البنات مازالت شويه قويه قلقتني مع الطياب وكامل شغل الريحه هذيك تاع البرني، حشاكم دارت لي على قلبي ما قدرتش قلت لهم نروحوا للبيت خير. ديت لتما وكلينا
فوالا هذيك السلطه وهذه التختوخه نتاعي. الخضره البنات كيما قلت لكم راني نديرها على جال جانا. بون هذيك البنات العشاء اللي صورته معاكم هو تاع البارح في الليل، يعني درت بالخميس في الليل كنت درت هذاك العشاء، والصباح يعني الصبحه تاع اليوم تاع الجمعه واش نقول لكم، لقيت البوتاجي شاح. شوفوا البنات تقول مرايا، شوفوا كيفاش راهو يعكس في الضو، شفتوا كيفاش هذيك تاع لي زيبيس راهي تبان على البوتاجي، تالمون فريمون جا روعه. بعد ما شاح كي درت له لا دوزيام كوش تاع الفيرني جا ملس ورطب، ديري عليه واش تحبي. كاينه مشتركه سقسات عطتني قالت لي لكن نقدر نعجن عليه، نقول لك انعم هي تعجني عليه، ديري عليه واش تحبي، تحلي عليه المحجوبه الكسره اي حاجه ديريها فوقه يعني يجي هايل. ولا بعد ما رجعت الحوايج للبوطاجي شوفوا كيفاش جا، نقصت شويه ان شاء الله باك يكون هذا الديكور عجبكم وجا مليح، باسكو هذا دوكا راهو تاعي وتاعكم انتم تاني تسالوا فيه وديما تفرجوا معايا. هنا البنات شوفوا وجدت قدامي كامل المقادير، راح ندير لكم واحد الكيكه تاع القهوه واش نقول لكم تجي بزاف بنينه. اول حاجه بديت بها البنات جبت المول تاعي سبقت فيه هو الاول، هذه دايما نقولها لكم يعني كنصيحه للمبتدئات، كي تجي ديري موسكوتشو ولا ديري كيكه ولا اي حاجه اسبقي بالمول تاعك، ادهنيه بالزبده ودري عليه شويه تاع الفارينه وخليه اكوتي، من بعد روحي وجدي يعني الحاجه اللي راكي حديريها باش من بعد كي تكمليها مع تكوني حطيتي الفارينه وكامل تلقاي تكوني حطيتي الخميره يعني تلقاي المول تاعك واجد. هنا حطيت البنات شوفوا زوج حبات تاع البيض، حطيت 6 مغارف تاع السكر كبار، فوالا حط مغرف حوالي مغرف هكاك تاع لافاني، ونخلط هادو مليح مليح مع بعضهم. فوالا خلطتهم بيدي برك بالفوي حتى نحس هذاك السكر دابلي، زدت معاهم البنات رشه تاع الملح وخلطت بيها، وراح نزيد معاهم 15 مغرف تاع الزيت. فوالا احسبوا 15 مغرف تاع الزيت وخلطوا مليح مليح هاد المقادير. كما قلت لكم زوج بيضات، 6 مغارف تاع الزيت، لافاني، 15 مغرف تاع الزيت ورشة تاع الملح. هنا جبت البنات كاس تاع الماء كيما راكم تشوفوا فيه وحطيت فيه مغرف تاع قهوة، مغرف صغيرة تاع قهوة انا استعملت هذه اللي تاكل بها جانا. فوالا وراح نفرغه ونزيدو مع هذا الخليط ونخلط مليح مليح. لعشاق القهوه راح تستمتعوا بهذه الكيكه لانه تجي فيها بنه القهوه صراحه تجي بزاف بنينه. كما قلت لكم كاس تاع الماء حطيت فيه مغرف تاع القهوه، وراح نحط 2 كيسان تاع الفارينه، الكاس اللي يعني استعملته بعد الماء استعملت به الفارينه، وراح نحط 2 مغارف تاع الكاكاو. فوالا هذه اول وصفه على البوتاجي تاعنا جديد بحلته الجديده، وزدت ساشي تاع لاليفير شيميك وغربلت كل شيء البنات، ونخلطوا كل شيء هاد المكونات مع بعضهم حتى يتجانسوا لي هكا البنات، خلطوهم بيان. بالنسبه للكاكاو استعملوا البنات النوعيه المليحه، هذا البني يعني اللي ما يكونش مر، ساعات نتكلحوا نشريو هذاك اللي يجي كحل اللي يجي مر بزاف. فوالا وجبت المول تاعي اللي كنت ديجا وجدته، كما قلت لكم هذه نصيحه وجدوا المول تاعكم قبل، وفرغت الكيكه تاعي وندخلها طيب في الفرن. بنات لو طون الكيكه تاعي راح طيب، راح نوجد لها الكريمه اللي حنديرها فوق هذه الكيكه بعد ما توجد لي. حنحط البنات 2 مغارف تاع الكاكاو، فوالا حطيت 2 مغارف، حنزيد معاها 2 مغارف ونص تاع السكر، فوالا وراح نزيد معاهم مغرف تاع القهوه، المغرف تاع القهوه ما نعمروهاش بزاف بزاف، ونزيد معاهم مغرف تاع النشا، ونجيب الحليب البنات نحط 20 مغرف تاع الحليب. فوالا حسبوا 20 مغرف تاع الحليب، ونخلطوا هاد المكونات كامل مليح ونديوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى نتعقد لنا وتولي لنا كريمه. فوالا حطيت لهنا 15 مغرف من بعد حركت مليح هاد المكونات، وزدت كملت ال5 مغارف اللي بقاولي تاع الحليب. هاكا نخلطو كلشي بيان، بارد في بارد، جبت فوي تعاوني باش تنحي لي هادوك التكتلات، وديتهم البنات فوق النار حتى يعقد لي هذاك الخليط يعني يولي عاقد. فوالا نحيتو، بعد ما نحيتو البنات هنا كانوا عندي قطع تاع شيكولا راح نضيفهم عليه. بون زدت عليه قطعة الشيكولا وحطيت مغرف صغيرة تاع الزبدة،
وبعد ما طابت لي الكيكه تاعي البنات، شوفوا كيفاش طابت هنا، شوفوا كيفاش تشقت الكيكه تاعنا. بعد ما طابت خليتها حتى نولاو لي الحواشي تاعها بانوا لي هكا بلي طايبين، وطلعتها من فوق شويه هكا يعني طابت. دخلت الكيغدو البنات لقيتها ناشفه، جبتها وفرغت فوقها هاد الكريمه هذه اللي كنا وجدناها لها. والريحه واش نقول لكم، ريحتها جات بغيم وبنينه. كما قلت لكم اللي يحبوا القهوه راح يستمتعوا بهذه الكيكه. بالنسبه للتزيين البنات، انا كان عندي فيرميسال ملون درته من الفوقه، رشيت هكا للتزيين فقط. كل وحده حره في التزيين، انت واش كان عندك في الدار حطي، انا كان عندي فيرميسال حطيته هكا وجات صراحه بزاف بنينه. كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، كيكه تاع القهوه تستاهل فمكم ولا بزاف بنينه، جربوها مش راح تندموا. نكون كملت معكم لا فيديو تاع البنات اليوم، نتمنى كانت خفيفه ظريفه عليكم وعجبتكم. ما تنساوش تدعموني، تخليوا لي جام وكومونتير حلو كيما نتوما. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جاي. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، بقاو على خير.